السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة عن وفاة فنان شهير بعد صراع مرير مع المرض. هقول لكم تفاصيل الموضوع، وكمان هتكلم معاكم النهاردة عن تعرض الفنان أحمد عدوية لوعكة صحية جديدة ونقله المستشفى. كمان هتكلم معاكم النهاردة عن رامي عادل إمام بعد ما طلع وأعلن تفاصيل الحالة الصحية لوالده الفنان الكبير عادل إمام. كمان هتكلم معاكم النهاردة عن خبر زواج الرقاصة دينا والفنان أحمد الفيشاوي، مع العلم إن هي أكبر منه يا جماعة. هقول لكم كل التفاصيل في الفيديو. أتمنى منكم لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. بصوا، هبتدي معاكم بأول موضوع، موضوع زواج الفنانة أو الرقاصة دينا والفنان أحمد الفيشاوي. هل فعلا الموضوع ده حقيقي؟ هقول لكم كل التفاصيل في الفيديو. علقت الرقاصة دينا على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا بعد نشر صورة لها مع الفنان أحمد الفيشاوي من كواليس فيلم عادل مش عادل المقرر عرضه في السينمات قريبا، حيث ظهرت في الصورة وهو يضع يده على ركبتيها مستنكرة حالة الهجوم الحاد التي تعرضت لها، ووصف البعض الصورة بأنها صورة جريئة. الصورة لما نزلت قال لك ده اكيد في حفل خطوبة او حفل جواز علشان يبقى قاعد بالطريقة دي معاها. ردت وقالت ايه، انا ما اتجوزتش انا واحمد الفيشاوي لاني مش هتجوز واحد اصغر مني، في ناس تقدر تعمل كده ومش بعترض عليهم، انما دي مش دماغي ومش سكتي في الدنيا لاني بكون عارفة انا فين وبعمل ايه. كمان قالت لو اتجوزت هطلع اقول للناس مش هخاف لاني مش داخل اعمل حاجة غلط، ولكن الفيشاوي صديق عزيز على قلبي واللي شاف الصورة وكان بينتقدني، الصورة دي من فيلم احنا بنعمله مع بعض لكن احنا ما اتجوزناش. وهي بتقول انا مش شايفة ان الصورة جريئة، احنا كنا قاعدين عادي وبنتصور. لو هي يعني بتقول ان الصورة اللي الجمهور انتقدها عليها وقال لها قال ازاي يعني تبقى بتتصور معاه بالطريقة دي والصورة جريئة وكده، هي بتقول انا مش شايفة ان الصورة جريئة، يعني شايفة الصورة عادي، وبتقول لك ان الصورة دي من فيلم هي بتعمله دلوقتي مع الفنان احمد الفيشاوي، الفيلم اسمه عادل مش عادل. بس ده ردها يا جماعة، وكل واحد حر في آرائه. يعني هنقول ايه، لا حول ولا قوة الا بالله، يعني ما اتجوزتوش عشان انا قلت لكم اصلا ان هي اكبر منه اكتر من 30 سنة اصلا، يعني هي اكبر منه ب 30 سنة، يعني بتقول لك انا رافضة موضوع الجواز ان انا اتجوز واحد اصغر مني، مش بتعترض على كده لكن بتقول لك في ناس بيقدروا يعملوا كده انا ما بقدرش. بس ده كان ردها على خبر زواجها من الفنان احمد الفيشاوي. الموضوع التاني، موضوع وفاة فنان شهير. وفاة الراحل عبد الله مراد، هو فنان على فكرة يا جماعة، حطوا لكم صورته. رحل عن عالمنا الفنان القدير عبد الله مراد اليوم الخميس بعد مشوار فني حافل بدأ في ساحة السيرك ومنها الى المسرح والتلفزيون والسينما. الفنان الراحل عبد الله مراد الذي وصل الى منصب مدير عام السيرك القومي شارك بالتمثيل مع ابرز نجوم الساحه الفنيه، وفي مقدمتهم فريد شوقي وسعاد حسني وعادل امام ونور الشريف ومحمود ياسين ومحمد صبحي. بيقول لك بدا مشواره لاعب اكروبات بالسيرك القومي، شارك الراحل في فتره الستينات في عده افلام زي فيلم عفريت مراتي وصاحب الجلاله وافلام كتيره يا جماعه. بيقول لك وصل رصيد الراحل من الأعمال الدرامية إلى ما يزيد عن 50 مسلسل. بصوا يا جماعة، اتوفى كان أساسا عنده مشكلة في القلب، كان عامل عملية دعامة في القلب، بعدها بثلاث شهور تعب وتم نقله المستشفى وهناك اتوفى بعد العملية بثلاث شهور. لا حول ولا قوة إلا بالله. أتمنى منكم تدعوا له دعوة كويسة في ثلاثة وحطوا لكم صورته عندي على الصفحة. الموضوع الثالث، موضوع رامي عادل إمام بعد ما طلع وأعلن إن أبوه كان نفسه يحضر معاه العرض الخاص بتاع الفيلم بتاعه لكن عشان هو تعبان ما حضرش. أقول لكم كل التفاصيل. رامي إمام يكشف تفاصيل حالة الزعيم الصحية، قال كان نفسه يحضر عرض أبو نسب قوي لكن ما قدرش بسبب ظروفه الصحية. كشف المخرج رامي إمام تفاصيل الحالة الصحية لوالده الزعيم عادل إمام
قبل انطلاق العرض الخاص لفيلم أبو نسب بطولة محمد عادل إمام. وقال رامي: والدي بخير، بس طبعا انتوا عارفين حكم السن، كان نفسه يحضر معايا اول عرض الخاص للفيلم بتاعي، لكن ما قدرش بسبب الجو اللي احنا فيه، وبسبب زي ما انتوا شايفين الجو برد. الزعيم حالته كويسة، وكان يتمنى ان يشارك في فيلم ابو نسب، ومفيش اي اعمال جديدة لعادل امام الفترة الجاية. هو اللي طلع وقال، يعني بيقول لك ان هو كان عايز يروح معاه العرض، بس بيقول لك في ظل بقى البرد اللي احنا فيه، وفي ظل طبعا سنه وحالته الصحية، ما قدرش ان هو يحضر معاه العرض الخاص بتاع فيلم ابو نسب. ده رد ابن الفنان عادل امام على موضوع تفاصيل الحالة الصحية للفنان القدير عادل امام. الموضوع الرابع، موضوع تعرض احمد عدوية لوعكة صحية جديدة. اقول لكم شوية تفاصيل عن الفنان. اسمه الحقيقي احمد محمد مرسي العدوي، الشهير باحمد عدوية، وهو مغني شعبي مصري شهير، يعتبر من اهم المغنيين الشعبيين في فترة السبعينات، من مواليد 26 يونيو 1945، عنده بالظبط 78 سنة، من المنيا. عنده من الاولاد الفنان محمد عدوية بس، ما عندوش اولاد تانية يا جماعة. اللي حصل، حرص موقع ما او جريدة ما يعني على الاطمئنان على صحة الفنان احمد عدوية، بعد تردد انباء من خلال حساب غير رسمي لابنه محمد يشيع ان والده تعرض لوعكة صحية جديدة. نفى محمد احمد عدوية ما تردد من انباء حول تعرض والده لوعكة صحية، مشيرا الى ان الحساب الذي ينتحل اسمه غير خاص به وغير رسمي، ونفى صلته به، واكد ان والده بصحة جيدة وعاد لاستئناف نشاطه الفني من خلال حفل زفاف شارك في احيائه. بيقول لك ياتي ذلك بعدما ترددت شائعات. يعني المهم من كل ده ان ده حساب معمول على الانستجرام والفيسبوك باسم ابن الفنان محمد عدوية. الحساب ده غير صحيح، مش بتاعه يعني، ده واحد منتحل شخصيته، فنزل خبر ان الفنان احمد عدوية مريض في المستشفى وبيتعرض لوعكة صحية شديدة ومحجوز في غرفة الرعاية، والكلام ده كله مش حقيقي. طلع محمد عدوية ونفى الموضوع ده، وقال لا انا ابويا كويس وحالته الصحية كويسة، والحساب اللي نزل الخبر ده حساب مش بتاعي، معرفش عنه حاجة، والحساب يعني واحد منتحل شخصيته، لكن الفنان احمد عدوية كويس وحالته الصحية كويسة. اتمنى منكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة، واتمنى منكم تدعوا له دعوة كويسة في التعليقات.